وللمزيد حول استمرار التظاهرات في الناصرية على الرغم من حملة الاعتقالات والإشاعات التي يواجهها الناشطون، ينضم إلينا من هناك الأستاذ كاظم ماجد الناشط في التظاهرات عبر الخط الهاتفي من الناصرية. مرحبا بك معنا. تحية طيبة لك ولقناتكم الكريمة ولمشاهديك الكرام. أهلا بكم. نفيتم ما تردد من إشاعات أطلقتها الميليشيات حول إزالة خيام المعتصمين، أولا ما الأهداف من إطلاق مثل هذه الإشاعات على يد الميليشيات؟ خلية الأزمة التي أتت إلى ذي قار طبعا شاهدناها من خلال بعض أعضائها الذين ذهبوا إلى عوائل قتلى التيار الصدري الميليشيا المعتدية على المتظاهرين، وقد أكدوا على لسان عبد الغني الأسدي لزيارته لأحد هذه العوائل، قال له أحد هذه العوائل بأنكم تدافعون عن أولئك المتظاهرين والجوكرية، يعنون بهم متظاهري الحبوبي، فقال له عبد الغني الأسدي نحن لم نأتي لحماية المتظاهرين بل جئنا لحمايتكم ولنعزيكم ولنأخذ بثاركم من قتلة أولادكم. هذا ما أكدته بعض الجهات، بالإضافة إلى ذلك أن عمليات دهم وتفتيش واعتقال نشطاء مدنيين طالت الكثير من المتظاهرين. حاليا ليلة البارحة تم مداهمة بيت أحد المتظاهرين وهو رعد سعد الشمري في الواحدة والنصف ليلا، وقد أتوا إلى المنزل بطريقة غير مقبولة، فقال لهم والد المعتقل من أنتم؟ فقالوا له جئنا لاعتقال ولدك رعد، فاعترضهم فتدافعوا معه واسقطوه أرضا، فقال لهم أنا رجل مؤذن جامع، فقاموا بسبابه وأيضا تجاوزوا على جامع بالسب والشتم أيضا. هناك قوائم ب60 اسم نزلت، وهناك قوائم ب58 اسم نزلت كما ذكرت لكم قبل قليل. من تصدر هذه القوائم؟ من أي جهات تصدر؟ والشارع. نعم سيد كاظم، من أي جهات تصدر هذه القوائم؟ من جهات أمنية. نعم. لا نعرف من أي جهة من هو المؤثر على هذه الجهات الأمنية، لكن أذكرك سيد الكريم بأن هذه أوامر القبض لم تكتسب شرعية بسبب أنها لا توجد هناك مذكرات قبض قضائية بحق المتظاهرين، إنما هي مذكرات قبض من جهات أمنية معروفة، مثلا مكافحة الإرهاب هم من اعتقلوا رعد سعد ليلة البارحة. بالإضافة إلى هذا فإن هناك أكثر من 400 اسم حاليا يتداولها الشارع والنشطاء المدنيين بأن هذه الأسماء ستنزل قريبا وسوف يتم ملاحقة النشطاء واحتقالهم في بيوتهم. أيضا القوات الأمنية تذكر بأن الخيام يجب أن تزال خلال أيام قليلة، ربما ستطلق عملية قبل الجمعة لإزالة هذه الخيام وفض الاعتصامات. كيف يستقبل المتظاهرون والثوار هذه الأخبار؟ هل سيقومون بإزالة الخيام؟ هل سيستجيبون لهذه الرغبة الأمنية؟ المتظاهرين سيد الكريم في بداية الأمر قالوا سنتفاوض مع الجهات الأمنية لنرى ماذا تريد، حيث أتى موفد من قاسم الأعرجي إلى محافظة ذي قار، فطلبوا منه في حالة فض الخيام إن حصل ذلك فرضا، قالوا له ما هي الضمانات بأن محافظة ذي قار ستتحقق المطالب التي نزل من أجلها المتظاهرون؟ قال لهم ماذا تريدون؟ قالوا له نريد محاكمة قتلة المتظاهرين وإطلاق سراح المغيبين والمعتقلين، فقال هذا لا يتحقق، هذا على لسان موفد قاسم الأعرجي. فبعد أن بدأت عملية اعتقالات وقد وعد المتظاهرين بأنه لا ملاحقة قانونية وستغلق ملفات المطلوبين إلى الدولة، بعدها بيومين نزلت الجهات الأمنية المعروفة وهي حصر مكافحة الإرهاب بمطاردة نشطاء مدنيين واعتقالهم. فحاليا توجد أزمة عدم ثقة بين الحكومة والمتظاهرين، مما دفع بالمتظاهرين إلى إصدار بيان دعوا فيه النشطاء المدنيين
خصوصا اصحاب الخيام الى العوده الى ساحه الحبوبي وتشييد خيامهم من جديد والعوده الى نشاطهم الثوري. نعم، شكرا لك استاذ كاظم ماجد الناشط في التظاهرات، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من الناصريه.